أهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. نتحدث اليوم عن كتاب دادا قورقوت. هذا الكتاب الذي سبقا تحدثنا عن الأدب التركي، وهذا من أحد أهم كتب الأدب التركية في قبل فترات قبل الإسلام. كتاب دادا قورقوت هو عبارة عن مجموعة من حكايات الأوغوز الأسطورية، وقد ظهر القسم الكبير من هذا الكتاب الذي يحتوي على 12 أسطورة أول مرة بين القرنين العاشر والحادي عشر في وطن الأوغوز القديم على أطراف نهر سيحون، وقد وصل الأوغوز إلى الشرق الأدنى باستيلائهم على شمال إيران وجنوب القوقاز والأناضول في القرن الحادي عشر. أما حكاية بامسي بايراك والمعروفة أيضا باسم البامش فؤرخ بالقرن باسم البامش عفوا في القرن الخامس والسادس، قد تأرخت في القرن الخامس والسادس، وقد وقعت معظم الحكايات في شرق وجنوب الأناضول بالقرب من أذرع نهرين كبيرين هما دجلة وإيراس. وتصف حكاية كانالي كوجا أغلو كان تورالي بيو عشيرة قانيلي بوي ابن قانيلي كوج بيئة توروبوزون بشكل واضح. يقبل بأن الحكايات قد كتبت في النصف الثاني من القرن السادس عشر، ويخمن بأن آلاق قيتنولو الذين حكموا أرضوم وقارس هم الذين أمروا بكتابة هذه الأساطير في كتاب دادا قورقوت قبل الإسلام. قد احتوى الكتاب على منظوم ومنثور، ومع ظهور مميزات اللهجة الآذارية في الكتاب، إلا أننا عندما نقارنها باللغة الآذارية الحالية نجد أن جميع مميزات اللغة لا تعود إلى تلك اللهجة، كما أنه لا توجد الزينة الأدبية غير الضرورية، والقتال محبوك بتعبيرات مجردة وقصيرة وبأسلوب بسيط وغير اصطناعي. هكذا انتهت حلقة اليوم التي تحدثنا فيها باختصار عن كتاب دادا قورقوت، الكتاب الذي يعبر عن الأدب التركي في الفترة ما قبل الإسلام. شكرا لكم.